اليوم محاضرتنا عن البيسك تكنيك اوف لوكال انستيزيا. شلون راح نبدي ننطي انستيزيا للبيشنتس؟ لازم نعرف الاناتومي اوف ذا اريا. احنا عندنا المكزيلا والماندبل، لازم نعرف الانيرفيشنز اوف ذا بونز، المكزيلا والماندبل، لان احنا راح نتعامل بالاكستراكشن. هسه نحكي بس على اورال سيرجري بالمكزيلا والماندبل. طبعا مثل ما نعرف انه المكزيلا هو انيرفيتد باي مكزيلاري نيرف اند اتس برانش، والماندبل نفس الشيء، الماندبلر نيرف من يبدا الانفيرير فيولار دنتال نيرف يدخلون الماندبلر فورامن يسوي سبلمنت للبوستيرير تيث، وبعدين يطلع بالمنتال فورامن، بعدين التريبيوتاريز مال النيرف تروح للانتيرير تيث. بالمكزيلا نفس الشيء، المكزيلا نيرف اللي هو بعد ما يدخل من الفورامن روتن دم ويتفرع الى عده فروع اللي هي البوستيرير والميدل والانتيرير سوبيرير الفيولار نيرف، فيسوي انيرفيشن للانتيرير تيث والبوستيرير تيث. عندنا اللوكال انستيزيا طبعا بيها انواع باليوز مالتها بالاستخدام، ايذر انجكتبل او سبراي او اوينتمنت. التوبيكال انستيزيا اللي هي مثل السبراي، هذا اللي تعرفونه اللي ينرش بالاورال ميوكوزا سبراي، واكو اوينتمنت هذا الدهن اللي نخليه على الميوكوزا ونخليها مع السكن ويصير بي ابزوربشنز والاريا انستيزايز. وعندنا الامولشن اللي هو يصير نفس الفلويد، وعندنا الاثايل كلورايد سبراي هذا اللي يستخدمونه اللاعبين طبعا يشوفون من اللي يصير عندهم اصابات يرشوه على المنطقه حتى يصير انستيزايز ويروح البين مالته. هاي توبيكال انستيزيا. الانفلتريشن انستيزيا، الانفلتريشن يعني بها يعني افتر انجكشن اوف ذا سوليوشنز، السوليوشن يصير بي انفلتريشن بالاريا بالسوفت تيشو، وبعدين يصير بي انفلتريشن للبون اند ذن انستيزايز ذا نيرف. يختلف عن البلوك انستيزيا. الادفانتج مالته هذا الانفلتريشن يصير ايزي يعني كل السهل، ما بي فيلير وهاي سكسس ريت يعني الفيلير بي قليله مالته، ويصير بي كنترول اوف بليدنج when we inject the solutions of local anesthetic at the area of soft tissue. يقلل لنا البليدنج لان هو بي فازو كونستركشنز، فيقلل البليدنج بعد ذلك. Technique of infiltrations. A principle of injections of solutions during infiltrations technique. لازم نخلي بالنا إنه solutions ما يصير بي injection rapidly يعني بسرعة، لأن يصير painful. The injection of infiltration يصير slowly and avoid too large volume. يعني من نسوي injections large volumes يعني بسرعة، لازم slowly. وما يصير الانجكشن سوبرفيشيالي، لان من يصير سوبرفيشيالي يتاخر الانفلتريشن مالته، يعني من يروح من الميوكوزا بعدين يروح للبريوستيوم بعدين يروح للبونز، يصير يعني الوقت يتاخر. فانجكشن لا ديبلي ولا سوبرفيشيالي، اذا سوبرفيشيال راح يقل الوقت مالته حتى يصير انستيزيا بالاريا. اكو كلاسيفيكيشنز او تايبس اوف انفلتريشنز تكنيك. اكو عندنا السب ميوكوز انجكشنز يعني اللي جوا الميوكوزا، اكو سوبرا بريوستيوم انجكشنز اللي هو ابوف ذا بريوستيوم، وعندنا سب بريوستيال انجكشنز اللي هو بيلو ذا بريوستيوم. احنا مثل ما نعرف الاناتومي اوف ذا اريا هو الميوكوزا وبعدين سب ميوكوزا وبعدين بريوستيوم وبعدين البون، فاكو سب ميوكوزا اكو سوبرا بريوستيال اكو سب بريوستيوم حسب الاناتومي مال الاريا. هذا هو types of infiltrations. وأكو عندنا supplementary injections. هذه supplementary injections إذا صار عندنا مثلا failure بالinfiltration أو failure بالblock techniques يسمونها supplementary injections، مثل periodontal ligament injections اللي هو إحنا ندخل بالperiodontum يعني between the root and the bone، نسوي direct injections هاي الاريا حتى يروح للابيكال فورامنز، وهذا طبعا رابيد انجكشنز يصير بها انستيزيا بسرعه. واكو عندنا الانترا بالبال انجكشنز،
نتربى الكل هاي بالروت كانال ثيرابي، من نفتح يعني التوث نريد نوصل للبالب تشامبر يصير اكو بين، فندخل بالنيدل للبالب تشامبر وننطي انجكشنز يسمون انترا بالبال انجكشنز. وعندنا الانترا اوسياس انجكشنز، من اسمها انترا اوسياس انجكشنز يعني انجكشن تو ذا بون. هاي امتى نستخدمها؟ مثلا عندنا سيرجري احنا نريد تو ريموف سيستيك ليجن انسايد ذا ماكسيلا اور انسايد ذا ماندبل، وصار اكو بين عند المريض ديورينج سيرجري، ف وي شود انجكت ذا بون يعني ندخل نيدل بالبون، هذه يسمونها انترا اوسياس injections. الانفلتريشن بالبالت مثل ما نعرف احنا الابر تيث وي شود جيف هيم تو انجكشنز باكالي اند باليتالي. الانجكشن بالبالت طبعا البالت اللي يصير بها هي هارد ميوكوزا، والميوكوزا ادهير دايركتلي تو ذا بون، فماكو space between the mucosa and the periosteum فصير painful injections. But we should inject slowly and not direct to the bone لأن من تروح رأساً على periosteum يصير painful. والsite of injections نحسب احنا تقريباً 1 centimeter above the gingival margin and we should inject the solutions. يعني احنا من ننطي injection بالبلت we should imagine the root of the tooth. ونحدد مثلا احنا من نتخيل الابيكال فورامن اللي هي موجوده بالروتس اللي هي يدخل منها النيرف، فننطي الانجكشنز بهذا السايت. وطبعا تختلف بالبوستيرير تيث بزاويه 45 لازم ننطيها، وبالانتيرير تيث لا بارلل وذ روت سيرفس. راح نجي للمكزيلا والماندبل يعني اللوكال انستيزا بالمكزيلا. طبعا بالمكزيلا طبعا هو سبونج بون للمكزيلا، فالانفلتريشن بي ايزي ذان ماندبل. الماندبل يصير هارد يعني difficult to infiltrate the solutions inside the bone. فاكو عندنا تو تايبس اللي هو الانستيزا بالمكزيلا، انفلتريشن انجكشن واكو نيرف بلوك. طبعا شنو الفرق بين الانفلتريشن والبلوك؟ الانفلتريشن هو diffusion of the solutions from the mucosa to the bone and anesthetize the nerve or part of the nerve. النerve block لا يختلف، احنا we anesthetize the main branch of the nerve. يعني nerve block للmaxillary nerve أو nerve block للmandibular nerve هيك يعني. يعني we anesthetize بالblock all the nerve. All the branch of the nerve anterior to this block يعني راح يصير بها anesthesia. فبالinfiltration بالمكزيلا we should infiltrate if we want to extract the teeth or extract the tooth بالمكزيلا مثلا بالanterior regions we give them buccally and palatally infiltrations. نفس الشيء بالpremolars area ننطي buccally and palatally اللي هو الanesthesia هنا راح يصير لل middle superior dental nerve. بالposterior teeth نفس الشيء الانستيزيا تصير للposterior superior alveolar dental nerve، هاي تصير بانفلتريشن ننطي باكالي اند باليتالي. النيرف بلوك بالمكزيلا اكو تو تايبس طبعا، انترا اورال نيرف بلوك والاكسترا اورال نيرف بلوك. واكو نيرف بلوك للميدل سوبيرير واكو للposterior superior واكو للمين ترانكس اور مين branch of the nerve اللي هو maxillary nerve. طبعا البلوك للmaxillary nerve after emerge from the forearm من يطلع يعني من base of skull ننطي الانستيزيا حتى anesthetize all the nerve of the maxilla. وطبعا بها extra oral و intra oral. الاكسترا oral يصير للpatients اللي عندهم limitations بالmouth opening ما نقدر ننطي anesthesia. طبعا هذا difficult approach، ندخل من ال area anterior to the coronoid and condyle وننطي injections للنير. هاي صعبة شوية ويعني حتى استخداماتها قليلة. بالanterior teeth يصير infiltration قلنا ننطي two injections buccally and palatally.
Valvular area, we should anesthetize the middle superior alveolar dental nerve and greater palatine nerve palatally. بالmolars area طبعا عندنا بس الفيرست. Two injections. لأن الانيرفيشن مال الفيرست مولر تختلف عن الانيرفيشن مال السكند والثيرد مولرز. Injections عندنا two buccal roots and one palatal. الميزيال and distal roots. الميزيال roots innervated by the middle superior dental nerve والdistal root innervated by posterior superior dental nerve. فwe should give him two injections, the first molar to anesthetize these two nerves. And palatally we anesthetize the greater nerve, the palatine. المندبل الصوت شباب هذا الصوت يمين الله يخليكم بالماندبل الشغله تختلف عن المجزله وطبعا نقسم الاسنان الى انتيرير تيث وبوستيرير تيث بالانتيرير تيث نشتغل انفلتريشنز اللي هي الانتيرير تيث نقصد بها من الكناين للكناين رايت يعني سنترال انسايزر واللاترال والكناين هاي الانتيرير تيث نعطيها انفلتريشنز يعني بكال انجكشنز اند لينجوال انجكشنز وهم نفس الشيء وي شود ايماجين ذا روتس اوف ذا تيث حتى نعرف وين الابيكال فورامن وننطي انجكشنز نفس الشيء باللينجوال اريا فننطي انجكشن باكالي اند لينجوالي هاي بالانتيرير تيث البوستيرير تيث اللي يقصد بها من البريمولرز الى المولرز يعني الفيرست والسكند بريمولرز والثيرد مولرز هنا الانستيزيا بالبوستيرير تيث تختلف لازم بلوك انستيزيا اللي يسمونها انفيرير الفيولر دنتال بلوك وهاي الطريقه طبعا لازم نستخدم الاناتومي لازم نعرف الاناتومي اوف ذا اريا نعرف الريمس الميديال سايد اوف ذا ريمس واكو الفورامن اللي هي المانديبولار فورامن اللي هي يطلع منها الانفيرير الفيولر دنتال نيرف اللي هو برانش فروم ذا مانديبولار نيرف اللي هو برانش فروم ذا تريجيمينال نيرف من يطلع النيرف منه انستايز اول The area من نسوي blocks هاي الأريا for all the posterior teeth يصير بيها anesthesia هذا inferior alveolar dental block اللي هو we should palpate the medial surface of the ramus ونشوف هاي الأريا اللي هي يسمونها trigomandibular raphe we should inject the solution at the middle area of this raphe وطبعا بالأذر سايد ال dental syringe يصير between The two premolars. مثلاً إحنا نريد نشتغل على the right side. نخلي direction of the syringe between two premolars, first and second premolars, بال left side. وندخل طبعاً needle تقريباً 3/4 needle تدخل. We inject the solutions. بعدين نسحب السرنجه ننطل اللينجوال نير اللي هو مثل اللينجوال نير بلوك. هاي بالposterior teeth. وبعد ننطي من خلص هذا ننطي اللونج بكال نيرف اللي هو برانش من المانديبولار نيرف هذا الانفيرير الفيولار دنتال نيرف بلوك وعندنا انذر بلوك اللي هو للمنتال نيرف المنتال نيرف اللي يطلع من المنتال فورامن اللي هي يصير بتوين تو بريمولرز وهو طبعا هذا الاندز مال الانفيرير الفيولار دنتال نيرف اخر شيء يطلع فالانجكشنز مالته او البلوك مالته لازم نخلي ايدنا نتحسس المنتال فورامنز اللي هي تصير between two premolars and we inject the solutions يصير mental nerve block وبعد ذلك تصير باراستيزيا او انستيزيا باللور ليب اذا صار انستيزيا باللور ليب يعني هذه الانجكشنز مالتنا صحيح ورجع يصير بلوك اما للانفيرال فيولار دنتال نيرف او للمنتال نيرف صيرهم اثنين يصير بهم انستيزيا باللور ليب بيستعد طبعا نفسه عندنا النيرف بلوك انترا اورال نيرف بلوك بالماندبل طبعا
اللي هو حكينا عنه، الفيرال اليول دنتال نيرف، وعندنا اللونج باكال نيرف بلوك اللي هو يصير بالبوستيرير اريا ادجيسنت تو ذا لور ثيرد مولر باكالي. هذا يسمونه بلوك للباكال نيرف. وكومنتال نيرف بلوك اللي حكينا عنه، هاي جاو جيتس تكنيف والاكينوسي نيرف بلوك، هذا من يصير عندنا ليميتيشن بالماوث اوبننج نستخدم هذه الطريقه. وعندنا الاكسترا اورال مانديبولر نيرف بلوك اللي هي فيري ديفيكلت فور البيشنتس اللي يصير عندهم ليميتيشن بالماوث اوبننج، او يصير عندهم بليدنج بالاريا، او يصير عندهم فد تيومرز وما نقدر ننطي انفيرال الفيولار دنتال نيرف بلوك انترا اورالي، هاي يصير اكسترا اورال نيرف بلوك والدايركشن مالتها والاناتومي فيري ديفيكلت، لازم ندخل بتوين ذا كورونويد اند كوندايل بروسيس، ونروح طبعا على الفورامين اوفالي اللي يطلع منها المانديبولار نير ونسوي انجكشنز، وهذا ديفيكلت طبعا ابروتش حتى الاستخدام مالته قليل.